خلينا نشوف مقادير الكبسه عباره عن ايه. كبسه الدجاج، ونبدا ان شاء الله ان احنا ننفذها مع بعض. عندي اول حاجه كيلو من الرز البسمتي قدام حضرتك اللي هو الطويل الحبه. عندي فرخه مقطعها على اربعه. عندي 3 كوب من الأرز البسمتي او كيلو زي ما اتفقنا، خليه كيلو افضل. وبعد كده عندي 2 بصله مفرومه، عندي 2 طماطم مهروسه، عندي 2 معلقه كبيره من صلصه الطماطم، عندي زيت وسمنه، عندي نص كوبايه من الزبيب، عندي 4 حبهان، واحد لومي اللي هو الليمون الناشف، وعندي 2 ورق لوري و2 قرفه خشب، نص معلقه صغيره كزبره مطحونه، رشه كمون، كركم، قرنفل، وبهارات كبسه وملح وفلفل. دي بالنسبة لأول حاجة عندنا اللي احنا هنبدأ نشتغل فيها إن شاء الله دلوقتي. يبقى ديت بالنسبة لإيه؟ لكبسة الدجاج. هناخدها واحدة واحدة خالص ونبدأ اللي احنا نشتغلها. طيب أول حاجة كده اهوت مبدئيا هناخد عندنا الجلد ده اهوت، نقوم شايلينه. تمام؟ يعني بعد ما تقسم الفراخ عندك نقوم واخدين الجلد ده. تمام، هتلاقي سهل قوي اللي هو يتشال معاك، يعني زي ما حضرتك كده شايفه اهو. دي الجزء بتاع الصدر والوركين كده اهو اهو. الحته ديت عايزين نجيبها برضو عشان كله يبقى ايه زي بعضه. تمام كده، بعد ما عملناها نشيل الرقبه ديت وكده يبقى ايه مظبوطين معايا وتعمل تمام كده. قدام حضرتك طبعا بيكون غسلينها بالليمون والخل والملح، ونقوم شطينها بالميه، وبعد كده نبدا ايه نشرطها كده من فوق قدام حضرتك كده. تمام، ادي قدام حضرتك الفراخ اهي بعد ما بدانا الاربع قطع اللي احنا عملناهم قدام حضرتك، بدانا نشرطهم ونشيل منهم الجلد. طيب دي اول خطوه عندنا في الشغل. تاني خطوه ما نجيب عندي الحلل الاستانلس ديت، من انضف انواع الحلل اللي تقدر تشتغلي فيها سلامبوش. دي اللي هي موجوده تبع برايدز هاوس، هتلاقيها موجوده قدام حضراتكم، والماركه بتاعتها موجوده اهيت. دي ماركه برتغالي، دي قاع مزدوج، حاجه محترمه جدا. تعالوا يلا نشوفها ونحطها ونبدا ان شاء الله ان احنا نبدا نعمل فيها الكبسه ونشوف هتطلعها لنا ازاي. عندي اول حاجه معلقه سمنه وزيت قدام حضرتك اهيت، وشويه زيت صغيرين نبدا ان احنا نضيفهم في الحله بتاعتنا. جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده اهوت نقوم عاملين ايه، نقوم مسقطين يا باشا الدجاج بتاعنا. هنا كده ونشيل ديت بقى خلاص. هنا الدجاج بيبدا نديله ايه يعني زي صدمه كده على النار يمين وشمال، وبعد كده نبدا نحط له ايه مجموعه البهارات اللي عندنا اللي هي الحاجات الصحيحه بقى، زي القرفه الخشب قدام حضرتك اهيت. وبعد كده نقوم حاطين عندنا ورق لوري، وبعد كده نقوم حاطين عندنا فصين 2 من الحبهان. تمام، حطينا هنا ايه اتفقنا ايه هناخد ايه مجموعه البهارات برده الصحيحه اللي موجوده هنا. حطينا الحبهان، حطينا ورق اللوري، وبعد كده بقوم حاط عندي الليمون اللومي ديت اللي هي الليمون الاسود، وبعد كده شويه كزبره مطحونه، وهوبا شويه كمون. وبعد كده بقوم حاطين عندنا شويه من بهارات الكبسه.
كركم وبعد كده بقوم واخد عندنا مجموعه من صلصه الطماطم وكل ده يا سعاده الباشا نبدا ان احنا نحمصه عندنا على النار. صينا تاني الطماطم بقى نجيب عندنا الكبه او تفرمها في ايدك لو عايز تفرمها في ايدك عادي يعني مفيش مشكله. يبقى انا حطيت كل البهارات بتاعه الكبسه محطوطها على بعضها ونبدا ان احنا نحمصها وبعد كده بقوم جايب عندي الطماطم ونفرمها كويس بس اهم حاجه ايه حاولي تحمصي يعني كويس الفراخ اللي عندك على النار عشان تدي طعم حلو. نقوم واخدين عندنا الطماطم قدام حضراتكم كده اهوت. بصوا قدام حضراتكم اهي تبدا الايه الدجاجه عندك تتحمر كويس جدا من كل الجوانب. بص تاخد اللون المحترم اللي قدام حضراتكم ده وانا مش هستعجل وهنحط ميه ولا اي حاجه دلوقتي ولا الطماطم هنضيفها دلوقتي. الطماطم ديت بعد ما احس ان هي خدت اللون الذهبي اكني بحمرها عادي جدا. نبدا نحط الطماطم وبعد كده الرز واخر حاجه نحط بقى ايه في الكبسه البهارات والحاجه ديت الريحه قلب الموضوع ريحه حلوه جميله تمام. ونبدا ايه نقلبها كده اهو تمام مع الصلصه وايه لو لقيتيها بتتحرق معاكي تديها شويه ميه صغيرين سنه ميه لو لقيتيها بتتحرق معاكي ولا حاجه. بس انا كل ما تحمصيها على النار كل ما يكون افضل يا عيني. ناخد عندنا الطماطم بقى تدي الطعم الحلو بتاع الكبسه ديت ونقلب. طبعا اللي عايز يعملها على اربع يعني ثمان قطع يشتغل مفيش مشكله لكن انا بصراحه بحبها على يعني الفراخ نفسها تبقى على اربعه يبقى كويس جدا. اهم حاجه عشان نطلع الحاجه دي مظبوطه الزفاره لازم تتشال كويس جدا من الدجاج. طيب بعد كده هو اخر حاجه خالص عندك حلين اتنين للرز البسمتي لا اما تحطيه طبعا لسه هنحط الملح لا اما تحط الرز البسمتي زي ما هو وتحط له ميه سخنه لا اما لو عايزاه مفلفل قوي لو عايزاه مفلفل قوي بتنقعيه في ميه سخنه لمده دقيقه وتقوم صفياه وتديها اللي انت تحطيه فين عندك في الحله. ده هبيعمل ايه ده بيشيل اي نشويات تبقى موجوده في الرز فبالتالي لما تيجي تحط الرز هتلاقيه مفلفل اخر حاجه انت فاهمه ازاي؟ لو انت عايزاه عادي جدا زي اللي هنعمله دلوقتي تحطي له الميه السخنه ويشتغل معاكي زي الفل بس بلاش ميه ساقعه. الميه السخنه اهيت انا حاططها اهيت في حله الثانيه جنبك اهيت. طيب هنا بقى بقوم واخد عندي شويه من فلفل اسمر وبعد كده بقوم واخد عندي الملح وبعد كده نقوم واخدين عندنا ايه الباشا تقليبة محترمة كده ليها اخر تقليبة بص البهارات عامل ازاي قدام حضرتك اهي تمام بص ما انا شوية رز ايوه مية سخنة طبعا الدجاج استوى ما تقلقيش اللي عايز طبعا يحط الميه السخنه الاول يسيبها في الميه السخنه الاول شويه مفيش مشكله تمام اللي عايز يسيبها شويه لكن انا حاطط الدجاج بقى له اكتر من ربع ساعه والدجاجه مش كبيره لكن انت حضرتك لو عايزه تحط الميه السخنه وتسيبها تغلي الاول مع الدجاج وبعد كده تسقط الرز مفيش اي مشكله تمام. هو يفضل انت تسيبيها اصلا الميه تسيبيها في الميه السخنه. نقوم مغطينها وسايبينها بقى براحتها. هتبدا تغلي اهيت. ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي تكمل التسويه بتاعتها ونعملها. السلطه الجميله قوي والممتعه اللي احنا نعملها جنب الكبسه. عندي طماطم تمام وعندي زهر نعناع وعندي فصين اتنين من الثوم. بعد كده عندي كزبرة مفرومة وعندي ليمون وفلفل أخضر وعندي كمون وبعد كده عندي شوية صغيرين من الخل أهم شوية ملح طبعا
اول حاجه وناخد عندنا الطماطم نقطعها مكعبات ونحطها فين؟ عندنا في الكبه بتاعتنا. وصفه في منتهى السهوله، نوع من انواع السلطات الهايله جدا. انت حبيب الله. هذه الطماطم قدام حضرتك، وبعد كده بقوم حاطط عندي شويه كزبره مفرومه. كزبره خضراء. نعناع اخضر. حوالي اربع زهر كده من النعناع الاخضر، ده بيدي طعمه محترم جدا. فلفل حامي. يعني بصراحه ما بتحلاش الا بيه، بصراحه يعني انت لو عايزه تشيليها تشيليها ما فيش مشكله. ثوم مفروم. خلي مونت ينفعك. عصير ليمون يا باشا. هاد عصير الليمون. بعد كده عندي شوية كمون صغيرين. بعد كده سنة خل. وبعد كده شوية الملح الصغيرين قوي اللي احنا بنحطهم للسلطة بتاعتنا. مش عارف مين ما بيحبش السلطات، انا مش عارف. ناس فعلا ما بتحبش السلطات مش عارف ليه. خش عند ناس اكون معزوم لو ما لقيتش السلطة، يعني ليه ما يبقاش في سلطة في المكان؟ ليه؟ يعني السلطة زي دي ما تبقاش موجودة ليه؟ واحنا بناكل اي اكله. بحس ليها صحي والله. عارف انت يعني دي السلطه اللي بتاعتنا اللي احنا عملناها. نسيبها يا باشا كدهوت ايه، نقدمها معاها السلطه الكبسه بتاعتنا. وهنا بعد ما خدت الغلوه بتاعتنا الكبسه اهيت، هنبدا نهدي عليها النار عشان اضمن ان هي تستوي كويس معايا. بس ما اديلهاش تقليبه ولا اي حاجه. هلا 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 الله 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 يا باشا. تمام اهو شويه رز بألف هنا وشفا. تمام قدام حضرتك اهي، انا موطي عليها بقى خالص لحد ما يبدا اللي هو يكمل التسويه بتاعته، وبعد كده نبدا اللي احنا نقدمه من هنا. والكبسه هنبدا نغرفها ازاي قدام حضرتك. صلاة النبي. الريحة والجمال أهم حاجة. إيه تلاقي حبهان، تلاقي أي حاجة خشنة من إحنا حطيتيها تحاول إن أنت تشيليها على طول. تمام؟ ماشي يا سلام عليك. ماشي لا ما تقلقش. تمام قدام حضرتك أهيت. تمام ورق الاول مثلا يتشال ولا اي حاجه. وبعد كده نجيب زهر بقدونس ونبدا نحطه كده من فوق. وده الشكل النهائي عندنا للكبسه الدجاج. طيب